السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اخواني واخواتي متابعي قناة العين تي في. نتواجد الان بساحة الحمام بمدينة الدار البيضاء الكائنة بقبالة او بساحة المحكمة الابتدائية وولاية جهة الدار البيضاء سطات. كما تشاهدون هذه بعض الصور من الساحة التي تتوسطها نافورة للماء المشكلة بإبداعات جميلة في الماء. وقفت إلى التو حافلة تقل مجموعة من السياح الأجانب الذين حلوا وجاءوا للاستجمام وللاستمتاع بهذه اللحظات الجميلة وبهذه الساحة التي تشتهر بوجود يعني أسرار كثيرة من الحمام التي تأتي من مناطق بعيدة يعلم الله تعالى لكل واحدة عشها ولكل واحدة وجهتها، لكنها تلتقي هنا. كما تشاهدون تقدم هنا بعض الخدمات الترفيهية للأطفال، هناك سيارات كهربائية وهناك أيضا بعض الألعاب للأطفال كما تشاهدون هنا. هذه الساحة قريبة جدا من محطة الدار البيضاء الميناء، محطة قطار الدار البيضاء الميناء. وهذه بعض الألعاب الخاصة بالصغار، هنا سيارات كهربائية صغيرة تقريبا في حدود 5 دراهم لدقيقة أو دقيقتين. هناك بائع البالونات أيضا. كما قلت وقفت إلى التو حافلة تقل مجموعة من السياح الأجانب الذين جاءوا للاستجمام ب للاستجمام وللتمتع بلحظات جميلة بهذه الساحة. وكما شاهدنا هم يأخذون صور تذكارية ويطعمون الحمام بطريقة تلقائية، والناس تتعامل معهم بطيبوبة، ما يبرز السلوك الجميل للمغاربة وما يبرز أيضا دور المواطن في ترسيخ ثقافة سياحية قائمة على التعايش، قائمة على التسامح، قائمة أيضا على احترام الآخر، وقائمة أيضا على تقديم مجموعة من الخدمات من أجل يعني أن تبقى صورة المملكة المغربية صورة بهية وصورة جميلة في أذهان كل من زار هذا البلد الذي يتوفر أو يزخر بالعديد من المؤهلات السياحية. ومدينة الدار البيضاء مشهود لها بتوفرها على مجموعة من الفضاءات التي يحب السياح الأجانب أن يزوروها، ومن أبرزها مسجد الحسن الثاني الذي يعتبر تحفة إسلامية عريقة ومن التحف الإسلامية التي الله ترى. كما نشاهد السياح الأجانب يأخذون صور تذكارية ويستمتعون بالأجواء هنا في هذه هنا من بهذه الأجواء، يأخذون صور وهم مسرورين فرحين بأجواء طقس هنا في مدينة الدار البيضاء اليوم فاتح فبراير 2023. طقس يعني طقس دافئ، بدأت
الحرارة المنخفضة في الإشعاع. تشاهدون هذه الحمامة ترتوي هنا، هناك أبقى في نافورة ماء. إذن على إيقاع هذه الرقصات المائية الجميلة وعلى إيقاع هذه الصور لأسراب من الحمام التي تتنقل في هذا الفضاء بحرية دون أن ينهرها أحد، كما تشاهدون هي ترتوي وتأكل من يد الزوار الذين يأتون من كل المدن. فمن هذا الفضاء يعني أحييكم وأشكركم بالمناسبة على كل الدعم وعلى كل المساندة وعلى كل التشجيع لهذه القناة الصغيرة المتواضعة. فمزيدا من الدعم، مزيدا من التشجيع باللايك بالبارتاج بالتعليق، حتى تطور إن شاء الله حافلة أخرى للسياح الأجانب. وقفت للتو كما تشاهدون الحافلة الأولى لشركة أحدو، تحية لإدارة أحدو على ما تقدمه للسياحة من خدمات. وهناك أيضا حافلة أخرى لاتصال ترانسبور، لاتصال ترانسبور. إذا إخواني أخواتي، تنشكركم بزاف الدعم المساندة، وإلى فرصة أخرى بحول الله. السلام عليكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الأزرار الثلاثة، إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس، تشجيعا لنا لنستمر في تقديم كل ما هو أفضل بإذن الله. وأهلا وسهلا بكم في قناة العين تي في.